إذن بالفعل مشاهدينا أهلا بكم، مستمرون معكم في تغطية الحدث الأبرز هذه الليلة. زلزالان جديدان إذن مركزهما وسط أنطاكيا، مركز ولاية هاتاي جنوب تركيا، وشعر بهما سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وصولا إلى مصر. الزلزال الأول بلغت شدته 6.4 درجات جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، أما الزلزال الثاني فبلغت شدته 5.8 درجات، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني المتهالكة، وهذا بعد أسبوعين فقط من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف. إذن مشاهدينا نتحدث عن زلزالين جديدين إذن أديا إلى تدمير المزيد من المباني المتهالكة. إذن وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين. وكالة الأناضول التركية نقلت عن نائب الرئيس التركي قوله أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح عقب الزلزالين الجديدين في هاتاي. رئيس بلدية هاتاي قال أيضا إنه تلقى تقارير عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد هذين الزلزالين الجديدين. كما ناشد نائب الرئيس التركي كذلك الجميع بعدم التوجه أو الدخول إلى المباني في المدن المتضررة جراء الزلزال. كذلك مشاهدينا في هذا الخبر العاجل، وزارة التعليم اللبنانية تعلن غلق المدارس والجامعات غدا بسبب الهزة الأرضية إذن هذه الأخيرة هذه الليلة إذن، وأثارت حالة من الذعر كذلك في لبنان. الناس هرعت في مناطق في لبنان إلى الشوارع خوفا من هذه الهزة الجديدة. حركة الطيران توقفت في مطار هاتاي التركي بعد الزلزالين الجديدين كذلك. إذن مشاهدينا، مركز الزلزالين الجديدين هذه المرة هو محافظة هاتاي كما ذكرنا. عاصمتها هي مدينة أنطاكيا في جنوب تركيا، تبلغ مساحتها حوالي 5678 كيلومترا مربعا. هاتاي كانت تعرف باسم لواء اسكندرون حتى عام 39 حين اقتطع هذا اللواء من الأراضي السورية أيام الانتداب الفرنسي على سوريا وتم ضمه إلى تركيا. إذن في متابعة إذن للمشاهد لهذين الزلزالين الجديدين، أظهرت لقطات فيديو مصورة اللحظات الأولى لانهيار مبان في مدينة أنطاكيا التركية مركز ولاية هاتاي بعد تعرضها لزلزال جديد أثار حالة من الهلع بين سكان المدينة الذي تركوا منازلهم بحثا عن أماكن آمنة. نشاهد. لا إله إلا الله. نبدأ المتابعة مع مفادنا إلى أديمان محمود. شكر محمود، أهلا بك، الصورة عندك الآن. محمود شكر، تسمعني؟ طيب يبدو نعم أننا... نعم أسمعك نعم. جيدا نعم. ما المشهد عندك؟ الصورة عندك محمود لو سمحت. نعم، نحن في هذه المدينة، سأذهب معك بهذه الصورة مباشرة من داخل أحياء مدينة أيديمت، ونحن أمام مركز الوالي الأساسي أيضا، بالإضافة إلى كل هذه الشوارع التي نشاهد فيها وبها حركة شبه اعتيادية مثل الأيام الماضية. المسألة الأولى كانت عندما وقعت الهزة، وليست كما نقول وبدأنا الهزة الارتدادية، هي هزة قائمة بحد ذاتها وبطبيعتها، وأيضا أحدثت نوع من الهلع والتوتر في المنطقة. نعم محمود، نحن ذكرنا ذلك، لكن أن هذا زلزال جديد، زلزالين جديدين 6.4 و5.8 نعم، زلزال جديد صح، عقبتهما حوالي 16 هزة ارتدادية. طيب حدثني، كيف شعرت؟ ما مدى قوة الهزتين الجديدتين محمود، الزلزالان الجديدين ومدتهما كذلك؟ كيف شعرت بهما في أديمان؟ نعم، نحن بطبيعة الحال كنا خارج المخيم وكنا على الأرض، يعني بطبيعة الحال كنا مثل ما الآن نحن نتواجد بجولة خارج المخيم وداخل المدينة. حقيقة على المستوى الشخصي شعرت بدوخة لحوالي 20 ثانية، وشعرت أن الأرض تتحرك، ثم بعد ذلك علمت إلى أنها هي هزة، لأن بعض الأبنية، نحن نتواجد في الشوارع، بعض الأبنية أصبح بها بعض الأصوات ولكنها لم تؤدي إلى عملية وقوع أو إلى عملية زحزحة.
ما إن كانت الأمور خلال 20 إلى 30 ثانية كانت على وسريعا على وسائل التواصل تأتي وعلى الهواتف إلى أن هذه الهزة محمود عذرا. الآن وزير الداخلية التركي يؤكد نقل 213 مصابا إلى المستشفيات جراء الزلزالين الأخيرين في هاتاي جنوب تركيا. إذن الحصيلة ترتفع من المصابين لا قتلى حتى الآن جراء الزلزال الجديد. إذن هذه الليلة مشاهدينا في جنوب تركيا، ووزير الداخلية إذن يؤكد نقل 213 مصابا. كذلك في سوريا الذين شعروا يعني في المناطق السورية كذلك كان هناك 3 قتلى أين في تركيا. إذن الآن خبر عاجل مشاهدينا، إذن هذا تطور الآن 3 قتلى للأسف. إذن كنا نتحدث على اللا قتلى في الزلزال الجديد، الآن يخبرني الزملاء في غرفة أخبار العربية إلى 3 قتلى إذن سقطوا جراء هذا الزلزال الجديد هذه الليلة، مركزه إذن في أنطاكيا مركز ولاية هاتاي في جنوب تركيا على الحدود السورية. 213 مصابا و3 قتلى، هذه حصيلة جديدة إذن وصلتنا للتو، وتسجيل 26 هزة ارتدادية. إذن معلومات جديدة ينقلها وزير الداخلية التركي، 26 هزة ارتدادية جديدة منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي جنوب تركيا. مشاهدينا أعود وأذكر أن الزلزال الجديد أحدث حالة هلع ورعب كبيرين إن كان في المناطق التركية وكذلك في سوريا خصوصا وفي لبنان والأردن وفلسطين ووصولا إلى مصر. هناك بعض الشهادات التي وثقت حتى في مصر هناك من شعر بهذا الزلزال الجديد. الحصيلة إذن 3 قتلى الآن، 213 مصابا في تركيا جراء الزلزالين الجديدين. إذن شدتهما 6.4 ثم زلزال آخر ب 5.8 درجات على مقياس ريختر. إذن صور من ريف إدلب إذن بعد وقوع الزلزال نتابعها معكم، صور من ريف إدلب نعم للصور الأولية بعد وقوع الزلزال. طبعا الناس هرعت إلى الشوارع واستذكرت طبعا لحظات الرعب قبل أسبوعين في زلزال 6 فبراير الزلزال المدمر الذي كان مركزه كرمان مرعش في تركيا. أما زلزال اليوم فهو قريب أكثر إلى المناطق السورية، هو في ولاية هاتاي التي كانت تعرف سابقا أيام الانتداب الفرنسي بلواء اسكندرون، كانت هي جزء طبعا من الأراضي السورية سوريا كان حتى عام 1939 ثم ضمتها تركيا إلى أراضيها. طبعا حالة ذعر كبيرة، كان هناك حديث عن تسجيل عدد من المصابين، ليس لدينا رقم نهائي بعد جراء طبعا سقوط بعض الأبنية المتهالكة أو الآيلة للسقوط التي كانت تضررت بسبب زلزال 6 فبراير. نشاهد هذه الصور من شوارع إذن ريف إدلب، الناس هرعت إلى سياراتها إذن وخرجت إلى الشوارع خوفا من تكرار السيناريو. فرق الإنقاذ إذن تواصل عملها في المناطق المتضررة من الزلزال الجديد، يقول وزير الداخلية التركي. محمود أعود إليك، عذرا كنت مضطر لمقاطعتك لنقل هذه الحصيلة الجديدة، 3 قتلى إذن و 213 مصابا حتى الآن في الزلزال الجديد هذه الليلة في هاتاي. كنت تتحدث عما شعرت به حوالي 20 ثانية من الزلزال، حدثني عن حالة الهلع، هل ما تزال مستمرة الآن في أديمان أم عادت الأمور إلى طبيعتها قليلا؟ نعم، لا توجد حالة من الهلع في هذا التوقيت، إنما هي حالة من الخوف، الخوف المجبول بالتوتر وخوفا من أن تعود الهزات الارتدادية من جديد. ولكن في هذه المدينة المسألة تختلف اختلافا كليا لربما عن المدن الأخرى، وهنالك أيضا غرابة في هاتاي بالأعداد الكبيرة. لماذا؟ لأن جل الناس أكثرهم هم خارج المدينة، هم خارج البنايات السالمة
الهادمة أو المتصدعة هم لم يعودوا إلى مساكنهم، هم انتقلوا إليها إلى خارج هذه المدينة إلى القرى وإلى أقاليم أخرى وإلى ولايات أخرى، وأيضا الباقية المتبقية هم يتواجدون ويبيتون في المخيمات. نعم. من ذهب إلى منزله أو سمحت له السلطات هو عبارة عن منزل من طابقين فقط لا أكثر، البنايات لا أحد يسكنها. نعم. على طول هذا الشارع الذي نحن فيه هو المركز الرئيسي للمدينة، بالإضافة. نعم. إلى العشرات من الأحياء التي هي على طيب. ميمنة وعلى أيضا شمال المدينة. نعم. محمود، هل بها أحد. هل رصدت كل الناس في المغرب؟ نعم. هل رصدت أي أضرار جديدة جراء الزلزالين الجديدين هذه الليلة؟ سألنا الشرطة إذا كان سجل عندها هنا في المدينة عملية تصدع جديد أو عملية هدم لهذه الأبنية التي هي بطبيعة الحال متصدعة، كان الجواب أنه لم يسجل، ولكن لاحظنا هناك انتشار كبير جدا للشرطة عند كل الجسور، يمنعون السيارات أن تمر عبر هذه الجسور، وأيضا عند الأحياء التي فيها كم كبير من الأبنية المتصدعة والتي هي آيلة بطبيعة الحال للسقوط. كما تشاهد معي بعد الوقت يعني كانت القوات العسكرية هنا في هذه الزوايا، بالإضافة. نعم. إلى الشرطة كما نشاهدها عند زاوية المدخل، خرجت قوى كبيرة من الجيش. نعم. وانتشرت في الشوارع، بالإضافة أيضا سجل حركة طائرات في السماء. نعم. المدينة، وأيضا حركة تأهب لفرق الدفاع المدني وأيضا في الدفاع المدني وللهلال الأحمر. نعم. التركي، كما نشاهد الآن مجموعة من المتطوعين هم على جانب الآن يقفون أمامنا. نعم. على جانب هذا. طيب. الطريق، هل استقبلت هذه المراكز الطبية للإسعافات؟ هل استقبلت، هل شاهدتها تستقبل أي مصاب حتى الآن محمود، أم لا يمكن الجزم بذلك؟ هنا عندنا في هذه المدينة لم يسجل لدي، لربما في المدن الأخرى هنالك بطبيعة الحال سيكون حركة مكوكية لسيارات. نعم. الإسعاف ولعمليات الانتقال وأيضا المستشفيات. كنا نتحدث. طيب. في بداية الهزة عن أعداد محدودة من المصابين، الآن بحسب وزير الداخلية كما أشرت العدد قفز. نعم. فوق 200 وأكثر، وكنا في بداية الأمر نتحدث عن أناس في هتاي تحت البنايات، هؤلاء لربما كانوا في يمرون أو لربما كانوا، لا أعلم، لأنه الدخول إلى البنايات هو ممنوع وتحديدا البنايات. نعم. المتصدعة، وهتاي كانت مركز الزلزال وكان الثقل فيها، وحتى هنا في هذه المدينة. نعم. لا يدخل عذرا أحد محمود. إلى محمود إلى لدينا إلى البناية هذا الخبر العاجل. إذن حصيلة للزلزال الجديد إذن من سوريا. إذن إعلام النظام السوري الآن يعلن ارتفاع عدد المصابين في حلب جراء الزلزال الجديد إذن إلى 47 شخصا. إذن لدينا حصيلة جديدة إذن محدثة من حلب في سوريا. إذن 47 مصاب جراء الهزتين الجديدتين، مركزهما كان كما ذكرت هذه الليلة ولاية أتاي ومركزها أنطاكيا، سابقا هي لواء اسكندرون كان جزءا من الأراضي السورية حتى عام 39 قبل أن تضمها تركيا إليها. الحصيلة في تركيا أكثر 3 قتلى للأسف جراء الهزتين الجديدتين إذن، وأكثر من 213 مصابا في الأراضي التركية. إذن نعود محمود، سأكتفي معك بهذا القدر الآن، نحن في متابعة معكم. إذن هذه صور مرة أخرى من إدلب، كذلك المناطق السورية يعني كان تأثرت كذلك بالزلزال الجديد بشكل كبير جدا بالنظر إلى القرب الجغرافي لمركز هذه الهزة الجديدة. زلزال 6 فبراير كان مركزه ولاية كرمان مرعش في جنوب تركيا، ولكن كانت أبعد قليلا من هاتاي. هاتاي أقرب بكثير إلى الحدود السورية، وطبعا تأثرت به عديد المناطق السورية، كذلك في لبنان شعر السكان به وغادر السكان منازلهم. نعم. وكذلك في الأردن وفلسطين ووصولا إلى مصر. معنا الآن من حلب، من ريف حلب، أحمد أبو لؤي معنا في هذه التغطية، ينضم إلينا. أحمد أهلا بك معنا. النظام السوري يتحدث عن 47 مصاب في حلب. نعم، شكرا، تحياتي. يعني أهلا بك. فعلا
نحن الآن هون حسب تصريحات الدفاع المدني بلغ أو تجاوز عدد الإصابات 130 إصابة حتى اللحظة بمناطق شمال غربي سوريا. سواء اعذرني احمد، اريد ان اتاكد من دقه الخبر معك لو سمحت. الخبر نقلا عن القوات البيضاء، يعني عن الدفاع المدني السوري في مناطق ريف حلب 130 مصاب حتى الان، حلب وادلب، في مناطق حلب وادلب سوريا. يعني المناطق الخارجه عن سيطره النظام 130 مصاب بشمال غربي سوريا حسب الدفاع، شمال غرب سوريا، يعني أكثر من 30 إصابة في حصيلة طبعا غير نهائية، غالبيتها بحالات كسور ردود وحالات إغماء وخوف وهلع. طبعا الفرق تعمل الآن على إسعاف المصابين إلى المشافي وإلى المستوصفات وتتفقد أوضاع القرى والبلدات. الحقيقة أحمد أنا أشكرك على هذا التحديث، معلومة مهمة جدا. أعود وأنوه إلى العاجل، بات الآن إذن على شاشة العربية. إذن القوات البيضاء تؤكد 130 مصابا في شمال غرب سوريا حتى الآن جراء الزلزال الأخير، يعني نتحدث عن مناطق شمال غرب سوريا، المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام. ونتابع معكم في هذه الصور من ريف حلب، وشاهدوا معنا مشاهدينا حالة الهلع. هذه صور من حلب، إذن صور من حلب لحالة الهلع بعد الزلزال. شاهدوا السيارات وهي مسرعة والناس التي خرجت هلعا وخوفا بعد الهزة الأخيرة. نستمع للصوت الطبيعي، صور من حلب بعد الزلزال الجديد. هناك صوت في الصور؟ طيب يبدو أن الصور، يعني الصوت غير متوفر. طيب لا، الآن نستمع للصوت الطبيعي. إذن حالة خوف بادية طبعا، نكاد نستشعرها من هنا طبعا مع بعد وقوع هذين الزلزالين الجديدين. أعود وأذكر مشاهدينا الخبر الرئيسي هذه الليلة، زلزالان جديدان. الأول بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، الثاني 5.8 على مقياس ريختر، مركزها أنطاكيا، مركز ولاية هاتاي في جنوب تركيا على الحدود مع سوريا. الحصيلة حتى الآن 3 قتلى في تركيا، 213 مصابا في تركيا طبعا دائما. في المناطق شمال غرب سوريا أي المناطق غير الخاضعة على سيطرة النظام 130 مصابا كما تشاهدون على العاجل، نقلا عن الدفاع المدني السوري أو الخوذ البيضاء. بينما دمشق تحدثت عن 47 مصابا في حلب جراء الزلزال الجديد. أحمد أبو لؤي، هل ما تزال معي؟ أحمد هل أنت معي؟ نعم. طيب كنا نشاهد صورا لحالة هلع، الناس أطلقت أبواق سياراتها وتركض في الشوارع في حلب بعد الزلزال. هل ما تزال حالة الخوف ماثلة الآن عندكم في ريف حلب؟ بالفعل حالة الهلع والخوف حتى الآن ما زالت مستمرة. التوتر أصبح ملحوظ، آلاف العائلات في الطرقات الآن بالبحث على القيام من أجل قضاء هذه الليلة. درجات الحرارة يعني تحت الصفر بثلاث أو أربع درجات، يعني توتر كارثة تتفاقم. أوضاع سوية يشهدها آلاف العائلات جراء الهلع والخوف جراء الزلزال الذي ضرب طبعا تركيا وكان له تأثير كبير لمناطق شمال غربي سوريا سواء في ريف حلب أو في إدلب. طبعا كما ذكرت يعني الناس جميعها الآن في الطرقات، منهم من ذهب إلى أقرباء. الناس يعني ما تزال في الطرقات الآن في الشوارع طبعا. نعم بعد هذا الزلزال الجديد يعني لا أحد يعني يجرؤ على العودة إلى منزله الآن والمبيت هناك. طيب نعم يعني الناس الذين لديهم إمكانيات على ما أعتقد يمكن أن يمضوا الليلة في السيارات، صحيح؟ نعم. أحمد أعذرني فقط أقاطعك، فقط أشير إلى هذه الصور وصلتنا للتو. نشاهد حريقا إذن في أحد المباني اندلع إذن في هاتاي في جنوب تركيا مركز الزلزال الجديد.
إذن مشاهدينا نشاهد ألسنة اللهب والدخان كذلك تتصاعد من هذا المبنى الذي يبدو متهالكا يعني ويكاد يكون مدمرا، والنيران اشتعلت فيه. طبعا ينصح في حالات وقوع الهزات الأرضية بقطع الغاز وأي يعني وسيلة لإشعال النار والتدفئة خشية حدوث حرائق. نتابع معكم هذه الصور لاندلاع حريق، ونشاهد الآن خراطيم المياه في محاولة كذلك لإطفاء هذا الحريق. في صور من هاتاي من جنوب تركيا، مركز الزلزال الجديد. زلزالان مشاهدينا هذا المساء أحدثا هلعا ورعبا كبيرين، ليس فقط في تركيا، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في فلسطين، ووصولا إلى مصر. هناك بعض الأشخاص شعروا بهذه الهزة الجديدة حتى في مصر. نتابع معكم هذه الصور عبر هذه النوافذ المختلفة على شاشتنا من إدلب، من إنطاكيا، من هاتاي ومن مطار هاتاي، للصور الأولية للزلزال. كان هناك إعلان عن طبعا توقف حركة الطيران في مطار هاتاي بعد هذا الزلزال الجديد. أعود وأذكر الحصيلة 3 قتلى حتى الآن في تركيا و213 مصابا في آخر حصيلة أعلنها وزير الداخلية التركي قبل قليل. الحصيلة في سوريا 130 مصاب في شمال غرب سوريا، أي في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام. أما في حلب فقد أعلن النظام السوري أن الحصيلة الآن حتى الآن هي 47 مصابا في حلب. إذن معنا الآن ينضم إلينا في هذه التغطية من عمان غسان سويدان، رئيس مركز رصد الزلازل الأردني. أستاذ غسان أهلا بك معنا في هذه التغطية من العربية. حدثنا بداية، هل هذا طبيعي؟ يعني بعد حوالي أسبوعين من الزلزال المدمر في كرمان مرعش، زلزال آخر في مركزه في ولاية هاتاي جنوبا ب6.4 درجات على مقياس ريختر، وبعده زلزال ب5.8، هل هذا طبيعي؟ نعم سيدي، مسيك بالخير. نرجع منكمل أنه الصفيحة العربية تتصادم مع صفيحة الأناضول. أنت بتتكلم من أقصى حدود الغربية السورية إلى تقريبا 350 كيلومتر شرقا في الأراضي التركية، أي أن يعني عندك 350 إلى 400 كيلومتر، هاي حدود صفائحية بين الصفيحة العربية والصفيحة التركية. إذا التصادم هو بيحصل على طول هذه على طول هذا الخط. فأنت كان في عنا بالسادس من فبراير زلازل، مجموعة زلازل كبيرة، زلازل مدمرة، ونشهد اليوم مجموعة أخرى من الزلازل وتكون يعني حدتها وقوتها أخف إن شاء الله. ولكن نعم، هذا شيء طبيعي وشيء متوقع. نعم، علميا، ولكن أنا يعني هذا علمنا اللي احنا وصلنا له بس. نعم طيب، اذا نتحدث اليوم عن زلزال جديد منفصل عن زلزال السادس من فبراير. ما شاهدناه طوال الفترة الماضية من هزات ارتدادية هو كان تابع لزلزال كرمان مرعش، الان زلزال هاتاي عقبته على ما صحيح. اعتقد حتى الان 16 هزة ارتدادية. استاذ غسان، ما الفرق بين الزلزال والهزة الارتدادية؟ كيف يمكن التفريق بينهما؟ نعم صحيح. هلا احنا بنقول هزة ارتدادية بتكون في تقريبا قريبة من موقع الزلزال الرئيس. نعم، ولا تبعد عنه. احنا اليوم بنتكلم عن تقريبا مسافة 250 كيلومتر تقريبا، انا ما بعرف الارقام 100% الان، ولكن الزلزال اللي حصل اليوم هو يبعد عن الزلزال اللي حصل بالسادس من فبراير تقريبا 250 كيلومتر زائد ناقص بعض بعيد الكيلومترات. نعم، اي انه زلزال او مصدر، نعم، أو أنه مصدر جديد لزلازل. يعني هاي النقطة الآن أصبحت مصدر جديد لحركات زلزالية. نعم، حديثة. نعم. أستاذ غسان أرجو أن تبقى معي. صور جديدة مشاهدينا للحظة الهزة الجديدة من أضنة في تركيا، نشاهد. إذن مشاهدينا هي لحظات مرعبة لمن يشاهدها، وأكيد أكثر رعبا لمن يعايشها. بالفعل شاهدوا هذه الخزانة وهي تهتز جيئة وذهابا، وهذه
طبعا البيت كله يهتز جراء هذا الزلزال الجديد. الصور أعود أذكر هي من أضنا غير بعيدة عن إسكندرون أو عن هاتاي، مركز الزلزال الجديد، الزلزالين الجديدين هذه الليلة، والحصيلة 3 قتلى حتى الآن للأسف، وأكثر من 213 مصابا في تركيا وحدها، و130 مصاب في شمال غرب سوريا، و47 مصاب في حلب وحدها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. أستاذ غسان، عذرا قاطعتك، أعود إليك. يعني نشاهد أن يعني هذا الزلزال يبدو كذلك قويا واستمر على ما يبدو لعشرين ثانية. علميا يعني هل يمكن أن يسجل زلزال بهكذا قوة بعد هذه الفترة الوجيزة؟ اعذرني يعني أنا ألح عليك لأن الناس تشعر بالخوف، ومن عايش لحظة الزلزال يبقى خائفا من أن يتكرر نفس السيناريو. هل يمكن أن يتكرر نفس السيناريو؟ هل هذا علميا وارد؟ سيدي نعم، يعني من حق الناس تخوف، يعني ما شاهدوا، هم شاهدوا مناظر رعب في 6 فبراير ولا زالوا يشهدوا مناظر رعب ودمار من الزلازل السابقة، فيعني حقهم الطبيعي أنه يخافوا، وإن شاء الله أنه ربنا بيلطف فيهم. اللي حصل اليوم أنه هذا زلزال جديد قوته أقل، يعني أنت لما تتكلم عن زلزال قوة 6.4 إلى زلزال قوة 7.8 أنت بتتكلم عن تقريبا 32 ضعف قوة بين 7.6 إلى 7.4. فلا اليوم ان شاء الله انه بكون اخف واقل ضررا، ولا زلنا لن نشاهد انه. هل فسرت لي هذه النقطه؟ لم افهمها استاذ غسان، يعني انه بيناتهم تقريبا درجه و20، يعني كيف انه هي اكثر من 30 ضعف؟ نعم صحيح، هلا طبيعي. نعم، هلا مقياس الزلازل هو مقياس لوغاريتمي، يعني بيستخدموا في الفرق بين زلزال قوه 5 وزلزال قوه 6، انه زلزال قوه 6 اكبر من زلزال قوه 5 ب 32 ضعف، ان الطاقه المتحرره من الزلزال السادس هي اقوى من 32 مره من الزلزال قوه 5، وهكذا دواليك. فانت بتتكلم اليوم عن زلزال قوه 6 وشويه، 6.4، فهو كثير اخف من الزلزال رقم 7.8. طيب هو زلزال مش هين. صحيح. نعم. والآن تحديث، كنا نتحدث عن 16 هزة ارتدادية، تسجيل 26 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد إذن في هاتاي، نقلا عن وزير الداخلية التركي في هذا العاجل على العربية. طيب أستاذ غسان، الهزات الارتدادية الآن بالنسبة للزلزال الجديد إلى متى يمكن أن تستمر؟ وكيف ستكون شدتها علميا؟ طبعا لا نتحدث عن توقعات، ولكن في علم الزلازل ما هي الفترة التي يمكن أن تستمر فيها كذلك الهزات الارتدادية وشدتها المتوقعة كذلك؟ هلا زي ما قلت لك كل زلزال يختلف عن الآخر، يعني قد تستمر إلى فترة أسبوعين 3-4 شهر، ولكن ما نشاهد اليوم إنه الارتدادية بلشت من 4، بينما زلزال 6 فبراير إحنا شهدنا إنه زلزال قوة 6.7 بعد 11 دقيقة من الزلزال اللي حصل الساعة 4:17، يعني إنه تقريبا يعني زلزال 6.7 بعد زلزال 7.8. أنت اليوم تتكلم عن زلزال 6.3 ولحقوا زلزال، يعني يدوب الناس شعرت بناته من 2 في اختلاف، ولكن 5.8، وعلى طول بلشنا نلاحظ أنه زلازل قوة 3.5 و4، فهاي زلازل إن شاء الله تعتبر زلازل غير مدمرة، وإن شاء الله يعني تهدى الأمور بأسرع وقت. أرجو أن تبقى معي أستاذ غسان، نحن بحاجة إلى تفسيراتك بشكل كبير هذه الليلة، سأعود إليك في سياق هذه الساعة من ضمن هذه التغطية المستمرة. إذن عاجل آخر الآن مشاهدينا تشاهدون على الشاشة، مدير الخطوط الجوية التركية: لا أضرار في مدرج مطار هاتاي بعد الزلزال الجديد. كان هناك معلومات على أنه حركة الطيران توقفت في مطار هاتاي بعد هذا الزلزال الجديد. نتابع الصورة إذن الآن من إدلب مع مراسل العربية مسلم السيد عيسى. مسلم أهلا بك معنا. الخوذ البيضاء تحدثت عن 130 مصاب في شمال غرب سوريا، هل هناك أي معطيات جديدة؟ نعم مساء الخير، يعني حقيقة الإصابات تتوافد إلى المستشفيات هنا في مناطق شمال غرب سوريا، وأغلبها وهو الجدير بالذكر أنها حالات هلع وخوف، وأيضا حالات كسور بسبب رمي الأشخاص أنفسهم من شرف منازلهم، وهذا حقيقة ما
يعني العلامة الفارقة الآن في هذا الزلزال أن حالة الهلع والخوف هي المسيطرة على المشهد الآن، يعني نعم. كل الأهالي في المنطقة نزلت إلى الشوارع وهي بحالة هلع وخوف شديدة. أنا يعني كنت نعم. في الزلزال الأول والثاني، ما شاهدته اليوم كان مختلفا حقيقة، حالة الرعب شديدة جدا، الأطفال في حالة نعم. نفسية شديدة، أيضا كبار السن وغيرهم من الحالات المزمنة. وبالتالي يعني المميز الآن هو حالة الهلع والخوف الشديد. نعم. ما رصدناه حتى اللحظة هو أكثر من 55 مصاب بسبب رمي أنفسهم من شرفات المنازل في شمال غرب سوريا وأيضا في منطقة الأتارب بشكل خاص. نعم. وهي التي كانت تضررت بفعل الزلزال. طيب. شباط. نعم، سأعود إليك مسلم، أرجو أن تبقى معنا. معنا الآن مباشرة من مركز الزلزال الجديد في هاتاي جنوب تركيا أيضا مراسل العربية زيدان زينكلو. زيدان، أهلا بك، آخر التفاصيل والمشهد من عندك. فورا صهيب سأنتقل إلى المشهد. كما تشاهد فرق الإنقاذ وصلنا معها قبل قليل إلى هذا المبنى الذي انهار قبل قليل بسبب الزلزال الجديد هنا في منطقة دفنة في مدينة أنطاكيا بولاية هاتاي. فرق الإنقاذ فور وصولها أحضرت كلاب مدربة إلى هذا الموقع للتأكد مما إذا كان هناك أشخاص على قيد الحياة أم لا. الكلاب لم تعطي أي إشارة على وجود أشخاص على قيد الحياة، لذلك الآن انتقلت عملية البحث إلى مرحلة أخرى. سيحاولون التأكد في حال كان هناك شخص ما موجود تحت الأنقاض أو جثة أو ما شابه. لذلك هذا المبنى بالعموم كما تشاهد انهار وهو مبنى متصدع في هذه المنطقة. الآن استدعوا رجال الأطفاء تحت هذا المبنى في الطابق الأرضي الذي انهار. كان هناك حريق كان اندلع بعد هبوط هذا المبنى. هذا الحي بالكامل تقريبا مدمر أو فيه مباني متصدعة بشكل كبير، وهذا أحد المباني الذي انهار نتيجة الزلزال الجديد. طبعا الحصيلة بحسب ما أو حصيلة ضحايا الزلزال الجديد بحسب ما أعلنه وزير الداخلية سليمان سويلو 3 قتلى، أحدهم هنا في منطقة دفنة في هاتاي، وشخص آخر في سمنداغ، وأيضا الشخص الثالث في مركز ولاية هاتاي أو في مركز أنطاكيا، إضافة إلى 213 جريحا هم يتلقون العلاج الآن في المشافي. نعم. كما نتابع معكم مباشرة هذه اللقطات، فرق الإنقاذ وفرق الإطفاء. نعم. تحاول إطفاق حريق كان في الطابق الأرضي الطابق الذي انهار، و هذا نعم. الطابق يعني كان على ما أعتقد 3 طوابق أو هذا نعم. المبنى كان مؤلف من 3 طوابق. الآن الطابق انهار والآن طيب. فرق الإنقاذ تحاول التأكد اسمح لي من فقط عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض. نعم صحيح. زيدان اسمح لي فقط، إذا مشاهدينا العربية في مركز الزلزال الجديد صور مباشرة مع مراسلنا إذا من دفنة بمدينة أنطاكيا مركز ولاية هاتاي في جنوب تركيا مركز الزلزال الجديد. هذا هو الحدث الأبرز هذه الليلة، العربية حاضرة هناك إذا كما تتابعون في هذه الصور المباشرة. الزلزال الجديد بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، وتلاه زلزال آخر بشدة 5.8 درجات على مقياس ريختر، أوقع حتى الآن 3 قتلى حسب وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، وأكثر من 213 جريحا. إذن صور مباشرة من دفنة في مدينة أنطاكيا عاصمة أو مركز ولاية هاتاي التركية. زيدان أعود إليك مرة أخرى، كنت تتحدث عن حريق اندلع في هذا المبنى الذي انهار، ما كان سبب الحريق وهل الفرق هذه يعني تشتبه في وجود شخص عالق تحت هذه الأنقاض أم فقط هم يتأكدون من سلامة المبنى أو من عدم سقوطه نهائيا أم ماذا؟ نعم، وصلنا إلى المبنى قبل حوالي 10 دقائق، لا نعلم بالضبط سبب الحريق، هل كان هناك أشخاص قد أشعلوا مدفأة أم لا، لكن لا نعلم بالضبط سبب الحريق، لكن تم إطفاء الحريق في هذا المبنى. فرق الإنقاذ كما تحدثت صهيب قبل قليل أحضرت كلاب مدربة إلى هذا المكان للتأكد من وجود أشخاص إن كانوا على قيد الحياة أم لا، لكن الكلاب المدربة لم تعطي أي استجابة وبالتالي انسحبوا إلى موقع آخر. بقيت هنا فرق الإنقاذ تحاول التأكد من وجود
أي أشخاص قد فارقوا الحياة لا قدر الله لا سمح الله. نتمنى أن لا يحدث هذا السيناريو. الآن يحاولون إبعادنا عن هذا المبنى كما تشاهد هناك. نعم. خطورة من انهيارات جديدة، يطلبون الابتعاد قليلا. نعم، لكن كما تابعنا فرق الإنقاذ تحاول التأكد. نعم. سواء من هذا المبنى أو المباني. طيب. المجاورة فقط أيضا صهيب. نعم. وليس هذا المبنى زيدان فقط. أعذرني مرة أخرى، نحن باقون مع هذه الصورة الحية إذن من مركز الزلزال وهذا المبنى الذي انهار قبل لحظات. العربية إذن في مركز الزلزال، مراسلنا وصل إلى عين المكان إذن قبل 10 دقائق من الآن. فرق الإنقاذ أخمدت حريقا اندلع في هذا المبنى، وهي ربما تتأكد من عدم وجود أي أشخاص عالقين تحت أنقاض هذا المبنى. في العاجل الآن ولاية مرسين التركية تعلن تعطيل المدارس غدا بعد الزلزال الجديد. كنا سمعنا كذلك بأن في لبنان أيضا على ما يبدو هناك تعطيل للمدارس غدا بسبب الزلزال الجديد. حالة هلع كذلك تم رصدها في لبنان وفي فلسطين والأردن بعد هذه الهزة، وفي سوريا طبعا. سوريا الأكثر شعرت بالزلزال بشكل كبير جدا، بالنظر إلى أن هاتاي قريبة جدا من الحدود السورية، وهي كانت جزءا أصلا من الأراضي السورية، هي لواء اسكندرون. زيدان، ذكرت لي أن الفرق طلبت منك الابتعاد قليلا، هل هناك خشية يعني من هذا المبنى أن ينهار كليا؟ طبعا لا شك صهيب، لا سيما أن الهزات الارتدادية ما زالت متواصلة. تم تسجيل أكثر من 26 هزة ارتدادية بعد الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 8:04 في مساء بالتوقيت المحلي. كما تشاهد هذا المبنى، سأحاول وأطلب من زميلي تصوير هذا المبنى والمباني المجاورة التي إما تصدعت أو انهار قسم منها. بالتالي طلبوا الابتعاد قليلا خصوصا من الطواقم الصحفية، لكن مع ذلك نحاول أن نبقى هنا في هذا المكان لنرصد لكم مباشرة كل ما يجري هنا في هاتاي، وفي تحديدا في مدينة أنطاكيا وفي منطقة دفنة حيث كانت مركز الزلزال. كما تحدثنا يعني اليوم وخلال وصولنا، حقيقة كان من الصعب الوصول إلى هنا صهيب بسبب حركة سيارات الإسعاف وفرق طواقم الإنقاذ. نعم. على الطرق أيضا كان هناك مخاطر يعني كثيرة على الطرق والجسور على نهر العاصي في مدينة أنطاكيا. عندما وصلنا كانت الشرطة قد وضعت حاجزا على أحد الجسور فوق نهر العاصي تحذر أو منعت بشكل كامل أي سيارة من الاقتراب أو عبور فوق هذا الجسر خوفا من أي انهيارات أثناء هزات ارتدادية. شاهدنا تضررا في الطرق هنا في أنطاكيا. نحن كنا في أنطاكيا طيلة هذا اليوم وغادرناها في تمام الساعة 7 أي قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الزلزال. عندما عدنا إليها مساء هذا اليوم بعد الزلزال شاهدنا ضررا إضافيا في الطرق التي كنا قد مررنا بها ظهر هذا اليوم وعصر هذا اليوم. أيضا هناك ضرر في بعض كما ذكرت الجسور فوق نهر العاصي. للمعلومة فقط، نهر العاصي يخترق مدينة أنطاكيا، لذلك هناك بعض الجسور للسيارات فوق نهر العاصي تربط بين طرفي المدينة. هناك الشرطة والجيش أغلقت بعض هذه الجسور خوفا من انهيارات وتصدعات. حتى الآن لم يتم التأكد من سلامة هذه الجسور من قبل الفرق المختصة، لذلك تم إغلاق بعض الجسور. الطيران المروحي كان قبل قليل في سماء أنطاكيا يساعد أيضا في عملية المراقبة والتعقب أيضا مع فرق الإنقاذ، وهم على تواصل مباشر مع غرفة عمليات هنا في قرب مركز آفات حيث تم إخلاء المركز قبل قليل، حيث كان وزير الصحة والدفاع في المركز وتم إخلاؤه قبل قليل. وزير الداخلية أيضا كان في طريقه إلى هاتاي للتأكد أو لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ. صهيب. نعم، خبر عاجل جديد إذن هذه المرة بالنسبة لسوريا، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الجديد إلى 470 مصابا جراء الزلزال الجديد. إذن نقلا عن المرصد السوري. زيدان، نحن باقون معك ومع هذه الصورة الحية إذن من مركز الزلزال الجديد من منطقة دفنة بمدينة أنطاكيا.
باكيا مركز ولاية هاتاي. نحن نتابع معكم هذا المبنى الذي انهار جراء هذا الزلزال الجديد. مراسلنا وصل إلى هناك قبل فترة وجيزة، قبل يعني حوالي ربع ساعة إذن من الآن، ونشاهد معه فرق الإنقاذ وهي التي قامت بإخماد حريق. أخبرنا إذن زيدان قبل قليل بأنها نجحت في من إخماد هذا الحريق، وهي تحاول تأكد من عدم وجود ضحايا عالقين أو أشخاص عالقين تحت أنقاض هذا المبنى. المرصد السوري يقول انهيار وتصدع بعض المباني في جنديرس والأتارب جراء الزلزال الجديد. معنا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، الحصيلة ترتفع، 470 مصابا، هل نتحدث عن مناطق شمال غرب سوريا فقط أم كل الأراضي السورية؟ أستاذ رامي عبد الرحمن، رامي عبد الرحمن هل تسمعني؟ طيب، يبدو أن ضيفي لا يسمعني. أعود إلى مسلم السيد عيسى مراسل العربية من إدلب. مسلم، كنت تتحدث، مسلم هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، كنت تتحدث لي قبل قليل أن غالبية المصابين في ريف إدلب مثلا، كان هناك عدد كبير من المصابين من الذين ألقوا بأنفسهم من النوافذ بعد شعورهم بالهزة خوفا وهلعا من هذه الهزة. أخبرني كذلك عن المزيد من المعطيات حول هؤلاء المصابين، وكذلك عن حجم الأضرار المسجلة حتى الآن عندكم في ريف إدلب. نعم، يعني حتى هذه اللحظة ما سجل هو سقوط 12 مبنى في بلدات حارم وسلقين والأتارب وأيضا بلدة جنديرس. هذه المباني هي كانت آيلة ومهددة بالسقوط، ويبدو أنها تأثرت بفعل هذا الزلزال. بالنسبة للمدن التي لم تصبها أضرار جسيمة، سقطت بعض النوافذ وواجهات المباني وغيرها، ما تسبب بجروح لدى سكان المنطقة الذين كانوا في الشوارع. المؤكد حتى اللحظة هي 55 إصابة فقط ممن ألقوا بأنفسهم من النوافذ ومن شرفات منازلهم نتيجة الخوف والهلع. نحن نتحدث عن رقم حقيقة كبير مقارنة ب 130 إصابة في شمال غرب سوريا حتى اللحظة. الرقم مرجح طبعا بشكل كبير للزيادة، لأن لا تزال هناك توافد كبير على المستشفيات في المناطق الداخلية من شمال غرب سوريا، لأن المستشفيات هناك نقطة مهمة، المستشفيات التي كانت متواجدة في المناطق التي تضررت بشكل كبير بفعل الزلزال على الحدود السورية التركية يبدو أنها سيتم إخلاءها خلال الساعات القليلة القادمة، لأنها كانت أصلا متضررة متصدعة وكانت تقوم بعمليات الإخلاء العاجل والإسعافات الأولية في خيام وضعت على أبواب هذه المستشفيات، ثم يتم نقل المصابين إلى المستشفيات الداخلية الآمنة نسبيا. فبالتالي نتحدث عن أيضا يعني تضرر في القطاع الصحي بشكل مباشر نتيجة التخوفات من انهيار أيضا هذه المستشفيات. يعني مركز مدينة سلقين يبعد تماما عن مركز مدينة أنطاكيا بحدود تقريبا 20 كيلومتر، وبالتالي هو قريب جدا، تعتبر جزء من هذه الولاية بشكل تقريبي، وبالتالي تضررت بشكل كبير. والأضرار حقيقة ستبدأ مع يعني طلوع فجر يوم غد بالتكشف بشكل حقيقي. كما ذكرت، الذين أصيبوا فقط من ألقوا بأنفسهم من شرفات منازلهم هم 55 شخص، وبالتالي هذا دليل ومؤشر كبير على حالة الهلع والخوف الذي يصيب سكان المنطقة هنا. أنا يعني أشاهد المئات من الأهالي نزلت إلى الشوارع، قالت أننا لا نريد أن نعود إلى المنازل. نعم. سنبقى في العراء، سنبقى في أي مكان. أكيد. بسبب الخوف الذي يشاهدونه بعيون أطفالهم وكبار السن الذين معهم. نعم، مسلم أنت باق معنا في هذه التغطية. أيضا مشاهدينا، أعود وأذكر هذه الصور خاصة للعربية مباشرة من منطقة دفنة من أنطاكيا مركز ولاية هاتاي، مركز الزلزال الجديد الذي تسبب حتى الآن في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 213 شخصا. نشاهد معكم فرق أفاد التركية، وهي هيئة الكوارث، إدارة الكوارث وال أزمات التابعة للداخلية التركية. نعم، والآن على ذكر إدارة الكوارث، هي تتحدث عن تسجيل 32 هزة ارتدادية الآن جراء الزلزال الجديد، وهناك دخان يتصاعد نشاهده معكم على الهواء مباشرة.
مراسلنا الذي وصل إلى عين المكان قبل قليل أكد أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماد حريق في هذا المبنى قبل أن ينهار أو بعد أن انهار بسبب الزلزال الجديد الذي بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه من هذه المدينة، من مدينة أنطاكيا عاصمة ولاية هاتاي في جنوب تركيا على الحدود السورية. نشاهد فرق الإنقاذ، هي كما ذكر مراسلنا قبل قليل استخدمت كلابا للبحث عن أشخاص للتأكد من وجود أشخاص أو لا تحت أنقاض هذا المبنى الذي اندلعت فيه نيران، ونجحت فرق الإطفاء في يعني في إخماده. طبعا هذه الصور مباشرة من منطقة دفنة بالتحديد في مدينة أنطاكيا. أعود وأذكر أن حجم الرعب والدمار كذلك في سوريا كان كبيرا جدا، كما استمعنا قبل قليل المراسل العربية في ريف إدلب تحدث عن إلقاء حوالي 51 شخص لأنفسهم من النوافذ بسبب الخوف والهلع من الزلزال، ما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. كان هناك انهيار 12 مبنى في مناطق شمال غرب سوريا هذا المساء جراء هذين الزلزالين الجديدين، وللأسف يعني ما زالت الهزات الارتدادية تسجل، 32 هزة ارتدادية جديدة جرى تسجيلها حتى الآن بعد الزلزالين الجديدين. إذن أذكر بأن الزلزال يعني قوي نسبيا 6.4 درجات على مقياس ريختر، طبعا شعرت به المناطق السورية بشكل كبير جدا، حتى في لبنان كان هناك حالة هلع بعد أن شعر السكان بهذا الزلزال الجديد، بنظر إلى أنه أقرب بكثير عن الزلزال الأول، زلزال السادس من فبراير بحوالي 250 كيلومتر. كنا نتحدث عن زلزال مركزه كرمان مرعش، الآن هاتاي هي أقرب بكثير إلى الحدود السورية. على العموم معنا الآن من بيروت غنوة يتيم مراسلة العربية. غنوة، هل ما يزال الناس خائفين أو خائفون بعد هذا الزلزال الجديد الذي شعروا به في بيروت؟ نعم صهيب، لا يزال هناك خوف لدى المواطنين، ولا يزال عدد منهم في العراق في الأماكن البعيدة من الأبنية، خاصة سكان الأبنية القديمة. هم يعني لا يخشون من قوة الهزة، لكن يخشون بأن حتى إن كانت هزة خفيفة ومع تكرار هذه الهزات بأن يكون هناك سقوط لمباني أو أمور مشابهة. نعم. أيضا كان هناك بيان من وزارة التربية، صدر بيان طلب فيه غدا جميع المدارس والمؤسسات التربوية والجامعات بالإقفال غدا وبالقيام بالتأكد من سلامة الأبنية قبل عودة التلاميذ يوم الأربعاء، خوفا من أن يكون هناك أي ارتدادات، علما بأن الخبراء الجيولوجيين في لبنان مركز بحمص كان قد أصدر قبل حوالي الساعة بيان رسمي حول الموضوع، وهو قال بأن الهزة هي يعني هي هزة ارتدادية عما حدث في تركيا وليست هزة داخلية. وأيضا يعني كان هناك إشاعات سرت بين المواطنين بأن يمكن أن يكون هناك موجات تسونامي في لبنان، تحدثوا عن تراجع مياه البحر. أيضا مركز تحنس أكد بأنه لا يخوف من تسونامي في لبنان، ولكن بالطبع صهيب كما قلت يعني العالم المواطنون اليوم يشعرون بالخوف والرعب، خاصة بعد المشاهد التي شاهدوها في تركيا. نعم. أيضا بالطبع يعني المواطنون في طرابلس أيضا في الشمال كان هناك حالة من الهلع أكثر من العاصمة بيروت، وكان هناك خروج لعدد كبير من المواطنين. صحيح، في الشمال يعني لأنه أقرب. في الشمال كان هناك خروج لعدد كبير من المواطنين، وهذه يعني رد الفعل هذا هو بات رد فعل مشابه بعد كل هزة يشعر فيها المواطنون في لبنان. نعم. غنوة، أرجو أن تبقي معي، لا أعلم إذا كان ضيفي من عمان ما يزال معنا، السيد غسان سويدان رئيس مركز رصد الزلازل الأردني.
طبعا أستاذ غسان أنت تعلم في حالات الخوف هذه والهلع جراء الزلازل، كما تابعنا مراسلنا قبل قليل كان يتحدث عن أناس وصل بهم الخوف والهلع لأنهم عايشوا الزلزال الأول، إلى إلقاء أنفسهم من نوافذ أو من الشرفات ما أدى إلى إصابتهم بكسور. ولكن أنا أريد أن أسألك عن العالم الهولندي الذي أثار الجدل بفرانك هوجربيتس، كان كذلك توقع على ما يبدو كما أشاهد الآن توقع فيها وقوع هزات جديدة في المنطقة، يبدو أنه مرة أخرى صدق توقعه بحوالي 24 ساعة تقريبا، هل يمكن التنبؤ بالزلازل أم لا؟ سيدي يعني أنا بأكد لك 100% أنه قد تتوقع زلزال مناطق نشطة زلزالية تقول والله أنه ممكن يصير فيها زلزال، ولكن موضوع التنبؤ يعني هذا موضوع غير علمي وغير دقيق وليس مثبت. أنا لا أعلم بالضبط ما هي تغريدة هذا العالم الهولندي، ولكن بأكد لك 100% أنه ما في شيء اسمه تنبؤ بالزلازل. نعم. كل ما حصل هو بالضبط في التغريدة ماذا قال؟ الفترة. نعم. هو ماذا قال أمام التغريدة الآن؟ قال قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22. واليوم عاد غرد نفس التغريدة وكتب عليها نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها. يعني صدقا أنني لم أتابعه. نعم. صدقا نعم. أنا لم أتابعه يعني. يعني هو هذه المرة لم يتحدث عن قوة الزلزال، تحدث عن الفترة من 20 إلى 22. يعني الزلزال وقع يوم 20 ونحن الآن عمليا بعد 12 بالليل دخلنا في يوم 21 فبراير. صحيح. لا أعلم سيدي عن جد، أنا يعني لا أعلم بهذا الشيء، وأنا يعني متأكد منه أنه ما في شيء لا مبني على أسس علمية ولا أسس حتى يعني مرتبطة بالفضاء أو الأقمار الصناعية أو بالنجوم وإلى آخره. يعني تنبؤ بالزلازل هذا موضوع غير علمي نهائيا. نعم. طيب، ولكن ذكر على أنه مثلا اليابان طورت آليات علمية للتنبؤ بالزلازل، ولكن صحيح ربما قبل الزلزال بثواني معدودة، يعني أنه ممكن أو حتى دقيقة حتى يتم قطع الغاز حتى لا تندلع الحرائق جراء الزلزال، وكذلك توقيف حركة القطارات حتى لا تحدث أضرار. يعني هل هذه كيف يتم التنبؤ بالزلازل هنا في هذه الحالة؟ تمام سيدي، هو ليس تنبؤ. يعني عندما يحصل عندنا زلزال تنتشر عدة أنواع من الأمواج الزلزالية، هناك نسميها أمواج أولية وهناك أمواج ثانوية. الأمواج الأولية تسبق الأمواج الثانوية تقريبا ب1.7، يعني تقريبا الضعف. فأنت لما بتوصل عندك الأمواج الأولية اللي هي غير مدمرة، فأنت بتكون عارف أنه أنا رح توصلني الأمواج العرضانية أو الأمواج الثانوية بعد مثلا 5 دقائق أو لا عفوا أقل من هيك، فحسب بعد الزلزال عن المنطقة خلينا نقول. فهم بيعرفوا مثلا إذا وصلتني هاي الموجة فأنا بروح بعامل الشوت داون إلى. طيب أستاذ غسان، كما سمعنا من مراسلتنا في بيروت، يعني وزارة التعليم اللبنانية أعلنت توقيف المدارس غدا، هل ترى أنه واجب يعني كذلك على يعني باقي الدول أو باقي المناطق؟ يعني هل ترى في هذا إجراء سليما يوم غد، يعني حتى لا يكون هناك ممكن أن يكون هناك هزات قد توقع أضرار؟ برأيك أعلم أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، ولكن هل ترى يعني أنه من الواجب ضمن الإجراءات تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدا؟ أكيد تمام. يعني هو يا سيدي دائما أبدا في هاي المواقف يفضل أنك اتخاذ الإجراء الأسوأ، أو أنه يعني أنه لا سمح الله توقع الأسوأ، يعني العطلة شيء كويس. نعم بالضبط، أنه خذ الاحتمال الأسوأ وليس الاحتمال الأفضل. طب تعطي المدارس خاصة أنه بعد هذه الليلة لعاشوا الأهالي، صعب جدا أنه الطلاب صباحا يستعدوا يذهبوا إلى المدارس، فبدك أنت أكيد أنه في راح يكون في إجراءات وقاية أنه يتأكدوا من وضعية المدارس، أنه ما صار فيها أنه يعني تشققات أو أمور قد تسبب ضرر للطلبة. فإن شاء الله ما يكون في هذه الأمور السيئة ويكون كل شيء تمام وترجع الدراسة وترجع الحياة إلى طبيعتها. نعم.
أستاذ غسان أرجو أن تبقى معنا. إذا مشاهدينا أعود وأذكر، هذه الصور التي تشاهدون هي صور خاصة للعربية من مركز الزلزال، بالتحديد من منطقة دفنة في أنطاكيا مركز ولاية هاتاي، وهي مركز الزلزالين الجديدين اللذين هزا جنوب تركيا طبعا، وكذلك مناطق سوريا وحتى في لبنان شعر السكان بهذه الهزة القوية. مراسلنا هناك في دفنة منذ فترة، لا أعلم إذا كنت تسمعني زيدان زينكلو. زيدان لا يسمعني، ولكن نحن نراقب هذه الصور. هناك جرافات على ما يبدو تتقدم باتجاه المبنى الذي انهار قبل قليل جراء هذا الزلزال الجديد. لا نعلم إذا كانت تحاول إخراج شيء ما أو يعني التأكد. سنشاهد معكم هذه الصور. إذا جرافة تتقدم باتجاه هذا المبنى الذي انهار قبل قليل جراء الزلزال الجديد، مركزه إذن أنطاكيا مركز ولاية هاتاي. كما نتابع معكم هذه الصور المباشرة، فرق أفاد تابعة لهيئة إدارة الكوارث والأزمات التركية. هذا المبنى كان شهد اندلاع حريق هناك في منطقة دفنة وجرى إخماده قبل قليل. أعود وأذكر حصيلة الضحايا حتى الآن 3 قتلى في تركيا، 213 جريحا حتى الآن حسب آخر تحديث لوزير الداخلية التركي سليمان سويلو. أما في الأراضي السورية فالحصيلة 470 مصابا، وهناك عدد كبير كما ذكر مراسلنا قبل قليل من ريف إدلب من المصابين إصابتهم جراء إلقاء أنفسهم من الشرفات ومن النوافذ بعد شعورهم بهذا الزلزال الجديد، خوفا طبعا وهلعا وهربا من هذا الزلزال وانهيار 12 مبنى في مناطق شمال غرب سوريا. على العموم معنا الآن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي تسمعني؟ نعم معك. الحصيلة ما تزال عند 470 مصابا؟ نعم، وأربع حالات وفاة في مناطق النظام نتيجة حالات الهلع، اثنان في حلب، واحدة في حما، واحدة في محافظة طرطوس نتيجة حالات الهلع واحتشاء العضلة القلبية، الخوف من الزلزال والاندفاع والتدافع. ثواني أستاذ عبد الرحمن، دعني أتحقق من الخبر. أربعة قتلى إذن في سوريا؟ نعم أربع حالات. أربع قتلى في سوريا جراء الزلزال؟ جراء الهلع من الزلزال حقيقة الأمر، وهذه المصيبة الكارثة الأكبر. يعني الإصابات غالبيتها نتيجة الهلع والتدافع. هناك وفاتين في حلب، وفاة في حما، وفاة في محافظة طرطوس نتيجة حالات الهلع واحتشاء العضلة القلبية نتيجة الخوف. حالات وصلت إلى المشافي غالبيتها أصبحت نتيجة، يعني بعضها كسور، بعضها نتيجة صدمات قلبية تسبب فيها هذا الزلزال الجديد. حلب لوحدها، حلب عندما تحدث يعني الصراحة أستاذ رامي هذا شيء مخيف. يعني هناك حالات كسور، حالات تدافع طبعا هذا يسبب الوفاة، ولكن من الخوف من الزلزال يمكن أن يسبب الوفاة. يعني أزمة نتيجة أزمة قلبية، هناك حالة وفاة على الأقل كما ذكرت نتيجة أزمة قلبية. أربع حالات وفاة نتيجة أزمات قلبية، اثنان في محافظة حلب، واحدة في حما، واحدة في محافظة طرطوس. يعني أقول لك حلب لوحدها عندما تحدث النظام عن 47 حالة كانت في مشفى الرازي لوحده. حلب ليس يوجد فيها مشفى واحد، فيها عدة مشافي. في جبلة هناك حالات كثيرة، في محافظة اللاذقية، محافظة حما. أيضا نتيجة الاندفاع ونتيجة الهرب إلى الشوارع كان هناك حوادث سير وقعت حقيقة الأمر، سواء في مناطق سيطرة المعارضة، مناطق سيطرة النظام. يعني حالة الرعب التي كان يعاشها أبناء الشعب السوري بعد يعني هذا الزلزال الجديد كانت مخيفة جدا. يعني نعم، وبالطبع يعني دعني أسألك أستاذ رامي يعني كذلك عن المناطق اللي على الساحل السوري، لأنه هاتاي طبعا اللواء اسكندرون سابقا هي أقرب إلى تلك المنطقة، يعني هي داخلة في 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 العمق السوري. هل من معلومات عن الوضع في الساحل السوري، في مناطق الساحل، لأنه هي الأقرب إلى هاتاي؟ أكثر من 120 حالة إصابة من الإصابات هي في محافظة اللاذقية لوحدها. محافظة اللاذقية لا يعني شبل لوحدها أو اللاذقية، بل ريف اللاذقية، أكثر من 120 حالة إصابة. وفي بانياس كان هناك تشقق في المنازل حقيقة الأمر. الآن هناك منازل في الزلزال الأول لم يصبها شيء، اليوم كان نتيجة الزلزال الجديد
تشقق في بعض المنازل نتيجة يعني على ما يبدو أن التأثير كان في الساحل أكثر من مناطق أخرى. في حلب تساقطت 8 مباني أو انهارت بشكل جزئي في عدة أحياء من حلب، ولكن لم يكن داخلها أي مواطن، وهذا شيء كان يعني جنبنا سقوط مزيد من الضحايا. ولكن مع الأسف حالات الهلع هي التي كانت أكبر. حتى في إدلب كان هناك رمي من يعني البعض قرب القفز من شرفات المنازل نتيجة الخوف، البعض نتيجة التدافع أيضا سقطت عليه حجارة من المباني التي تهدمت. أي أن الحالات هي أكثر من هذه الأرقام التي تحدثنا عليها. هناك في بعض المناطق لم نستطع الوصول إليها حقيقة الأمر. الغريب أستاذ رامي أننا بتنا نسجل قتلى جراء الهلع والخوف من الزلزال، يعني هذا شيء يعني لا أعلم كيف يمكن أن نصفه. على العموم نحن نتابع معكم مشاهدين الصور من مركز الزلزال الجديد من منطقة دفنة بأنطاكيا مركز ولاية هاتاي. كاميرا العربية ترصد معكم الآن على الهواء مباشرة هذا المبنى المنهار. طبعا نتابع معكم هذه الجرافة التي تحاول إزالة الركام بعد أن أخمدت حريقا اندلع في هذا المبنى والذي انهار جراء الزلزال الجديد الذي بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر. إذن مشاهدينا حتى أجمل لكم آخر التطورات التي رصدناها معكم خلال هذه الساعة من تغطيتنا المستمرة على العربية. 3 قتلى إذن في تركيا، 213 مصابا جراء الزلزالين جديدين كان مركزهما في أنطاكيا عاصمة ولاية هاتاي في جنوب تركيا على الحدود السورية. هاتاي سابقا هي كانت لواء اسكندرون، كانت تابعة للأراضي السورية حتى عام 39 أيام الانتداب الفرنسي، وبالتالي هي منطقة قريبة جدا إلى سوريا. في سوريا كان هناك حالة هلع ورعب كبيرين كما تابعنا معكم الحصيلة، 4 قتلى في سوريا كما ذكر المرصد السوري للعربية، 470 مصابا وتضرر العديد من المباني. هذه الهزة الجديدة، هذا الزلزال الجديد وصل تأثيره إلى لبنان وإلى الأردن وإلى فلسطين كذلك. وزارة التعليم اللبنانية أعلنت تعطيل المدارس غدا تجنبا لأي سيناريو سيء. كان هناك حالة هلع كبيرة طبعا في لبنان بعد شعور الناس بالهزة وخروجهم إلى الشوارع، وكما تابعنا معكم كان هناك حالة هلع كبيرة في مناطق الشمال السوري خصوصا، وطبعا تسجيل هذا العدد من المصابين.